بصراحه بكل وضوح ايران ليست بحاله صراع مع اسرائيل اسرائيل ليست بحاله صراع وهذا شيء تاريخي لا و و وتغير يعني انت لاحظ من فتره الشاه قبل وصول ما يسمى بنظام ال الولي الفقيه او نظام الملالي شكرا لك ال الذي جاء الى ايران لم يكن هناك صراع الصراع المعلن اليوم هو صراع اعلامي بصراحه اليهود اليهود الموجودين في الجغرافيه الشرق الاوسط بين العرب بين المسلمين بين المسيحيين كانوا في تعايش تاريخي مشترك ولم يكن هناك اي مواجهه أنت كما تفضلت عندما حصل ما بعرف قلت لي واحد بعيداً عن هذه الثورة في كثير مناوشات سيدة أحمد, أحمد أنا, أنا بيهمني كبايز حتى ما أكون ولكن غبي وسطحي جميل جداً أنا, أنا, أنا لا أقبل أن أكون سطحي ولكن ولكن من أجرم ومن قتل اليهود بل باليهود بالعالم بصراحة هم الأوروبيين ليس أنا إيه ولا إيه إنت ليس أبي كل... ولا أباك ولا جدي ولا جدي نعم معلش كله مفهوم هذا يا أخي أنا ما حلل نقطة معينة جميل إذا إذا هذه الشعوب التي وهذه الأفراد الأشخاص الذين حملوا من أوروبا ووضعوا في هذه الجغرافيا وتمت حمايتهم بما يسمى بالصهيونية التي 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 تشرشل شو اسمه هرتزل 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 الذي هي موجوده قبله باوروبا تماما لا يا سيدي بغض النظر تماما بس هي القضيه هذه هذه الفئه التي قاموا بتصديرها الى الشرق الاوسط ايران ايران اليوم هي الحليف الابرز شانها شان اسرائيل لامريكا هذا هذا الحليف الاهم للنظام العالمي لا يسمح باي تغيير ولا باي حكومه ولا باي نظام ديمقراطي بالعالم العربي اجمع خاصه بالمنطقه المحيطه بسوريا بالشام بمنطقة فلسطين هذه الجغرافيا وصولا إلى, 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 إلى الجزيرة العربية كل هذه المنطقة لا يسمح ولا بأي حال من الأحوال على أي أساس ده يكون مواجهة يا سيد الكريم اليوم أي إضعاف للجانب الإسرائيلي أي إضعاف للجانب الإيراني هو إضعاف للآخر هؤلاء ليسوا بأي حال من الأحوال بحالة مواجهة ما ينراه على الإعلام اليوم ليس أكثر من حالة التخدير التخدير الموضعي والتخدير المباشر والتخدير المستمر على على شعوب المنطقه شو كان سؤالك أستاذي الكريم انا عفوا يمكن تاهت عن الفكره شو سؤالك انا سؤالي هل ايران هل اسرائيل تستطيع او تفكر في الرد على ايران بصوره اسرائيل قرارها ليس بيدها اسرائيل ليست صاحب القرار اسرائيل ليست دوله ولا باي حال من الاحوال كما تفضلت يعني موضوع نتنياهو انه هو معه ضد والشعب واعي مش واعي يا اخي ما تفضلت بايدن ماذا قال لنحمي الشعب الشعب الاسرائيلي اذا اذا اول إذن مرة هنا يصير تصريح اذا لا, لا يوجد لا كانت لأ إذن دولي. 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 يعني. تماما اذا لا يوجد دوله اسرائيليه اليوم لا يوجد نظام ايراني انا اراقب انا شاهدت تصريحات معلش خلينا بحكم الجغرافيا نحكي عن النمسا شوي انا شاهدت صراحه تصريحات السيد شالنبرغ وزير الخارجيه النمساوي عندما خرج في المؤتمر الصحفي اعتقد آآ آآ الساعه الرابعه وال36 دقيقه يوم الاحد بعد يعني بعد تقريبا 20 على على الهجوم المزعوم يعني قال نطالب بضبط النفس نطالب لا. بالهدوء صحيح. نطالب بعدم التصعيد نحن ندين هذا الهجوم لم يقل هذا الهجوم الارهابي لم يقل هذا الهجوم الذي يريد أنا يريد, أنا يريد انهاء الدوله الاسرائيليه ونحن مية. نحميها وشاهدنا المؤتمرات الخطابيه والاعلاميه والصحفيه والرئيس النمساوي ونهامر والجميع عندما قامت حماس بضرب الكيان الصهيوني وضرب اسرائيل بهذه الطريقه لماذا لماذا ردود افعال أيوة قوية. لماذا اختلف الخطاب هنا و300 صاروخ و300 فتيشه يا سيدي الكريم كان ما اطلاقه بينهم طائرات وصواريخ كروز فارغه اذا يعني ما لشي. بعيدا بعيدا عن البروباغندا الاعلاميه خلينا نقرا الخطابات خلينا اشوف ملامح السيد شارنبرغ اشوف تصريح الرئيس فاندربيل فاندربيل الرئيس النمساوي لم يقم ولا باي تغريده ولا باي تصريح على هذا الموضوع راجع كل حسابه خاصه خلال اتما... انا صراحه خلال ما شو, ساعة. معناتا؟ شو معناتها شو معناتها لا احد يريد التصعيد لا احد يريد اذا اذا ما حصل هو عباره عن مسلسل بايخ ومسلسل ممل تمثيليه تمثيليه سيد الكريم ليس اكثر أنا من ذلك لك توم وجيري نحن في مرحله توم وجيري فبالتالي فبالتالي يا سيد الكريم بالتالي لا يوجد هناك ولا باي حال من الاحوال مواجهة ما بين الإسرائيلي والص وال وال والإيراني والإراني. ولا بأي حال من الأحوال ولا بأي يا سيدي أنت تخيل... بس هناك تصريحات تخ... أن الإسرائيل تصريحات تفكر. لا ده... ده هم إسرائيل تفكر لا تهمنا إسرائيل تفكر ما إسرائيل ممكن رب تكون عملية إسرائيل اغتيالات إسرائيل على إسرائيل. 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 أنا السابق. أقولها أنا أقول. اغتيالات السياسيين والضباط الإغتي... البريزيين ما تقوم به إسرائيل من اغتيالات كما تفضلت في سوريا هي مشكورة عليه ما تقوم إسرائيل من اغتيالات لإيران وأزرعها في 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 لبنان مشكوره عليه، في في اليمن مشكوره عليه لانها تكافح الارهاب، اما ايران تمارس الارهاب في سوريا، تمارس الارهاب في العراق، تمارس الارهاب في لبنان، اليوم لبنان دوله محتله من خلال تنظيم تنظيم حزب الله الارهابي، الله. اليوم سوريا محتله من خلال التنظيم العلوي الاسدي الموجود فيها الذي ليس له اي علاقه بالشعب، هي محتله، اذا اسرائيل تكافح الارهاب تكافح الارهاب وين؟ في سوريا والعراق ولبنان م. اما اما ايران ماذا فعلت يا سيد الكريم اما ايران ماذا فعلت للفلسطينيين ايران قامت بشراء حماس من خلال الملايين التي تم 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 الكشف عنها في الاسابيع الاخيره بمئات الملايين اشترت حماس لصالح ان تقول ان هي متصدره متصدره الشان الفلسطيني من خلال المنبر المهترئ والمنتهي الصلاحيه الذي يطلق عليه اليوم الجزيرة التي تحاول تلميع هذا المحور ليل نهار هذه الصواريخ شوفها هاي بالفيديو طالع قدامنا شوف هاي الصواريخ يا زيد الكريم هاي الصواريخ التي قامت بها بإيران هل قامت إيران لصالح الفلسطينيين لا أعتقد ذلك هل إيران يهمها فلسطين لا أعتقد ذلك هل إيران يهمها المسجد الأقصى ولا 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 كنيسة بيت لحم ولا أي مقدسات موجودة المنطقة لا أعتقد ولا بأي حال من الأحوال وأنا أعلنها على الملأ وأعيدها وأكررها مرات ومرات أخرى في حال قامت ايران فعلا بضرب اسرائيل بشكل حقيقي ساعلن شيعتي، ساصبح انا شيعي، ساصبح شيعي ساترك الاسلام وساصبح شيعي من اليوم الثاني. اعلنها على الملا، ولكن هذا الشيء لن يحصل ولا <applause> استبدل احتلال ولا استبدل الاحتلال الايراني بالاحتلال ال... الاحتلال الاسرائيلي، لا ابدل الاحتلال باحتلال الإس... الاسرائيلي والايراني يا سيدي الكريم متفق اتفاق <applause> اكثر ما انا <applause> وانت متفقين يا سيدي.